تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية المواجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لا زالت تغطيتنا مستمرة معكم عبر شاشة القناة الأولى لرصد حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من مدينة العريش إلى الأشقاء الفلسطينيين في معبر رفح. اليوم بالفعل يعني وبحسب تواجدنا فإن عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم نتحدث عن 30 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية، هذا بالإضافة إلى 12 شاحنة من الشاحنات التي تحمل وقود منها يعني متنوعة ما بين السولار والغاز الطبيعي والبنزين. هذه الشاحنة التي يعني تقف الآن أمام معبر رفح هي شاحنة رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن يعني تدخل قطاع غزة، وهذه الشاحنة يعني تحمل كما نرى هو دقيق للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا يعود طبعا للإجراءات التعسفية والإجراءات يعني المماطلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في دخول هذه الشاحنات مرة أخرى إلى أشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. الآن توجد يعني شاحنة أيضا تخرج من يعني معبر رفح، هذه الشاحنة يعني كانت تحمل أيضا مواد غذائية قامت بتفريغ حمولتها وعادت وتعود اليوم أو الآن تعود إلى الأراضي المصرية، هذا بالإضافة إلى شاحنة أخرى بالفعل قامت بتفريغ حمولتها وعادت إلى الأراضي المصرية. يمكن الإجراءات التعسفية والإجراءات التي اتخذها الجانب الإسرائيلي هي إجراءات في منتهى القسوة، هذا بالإضافة إلى انتشار المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة في أماكن عديدة في قطاع غزة. نتحدث اليوم عن 30 شاحنة بالإضافة إلى 12 أخرى من الشاحنات، يعتبر هذا اليوم هو اليوم الأكبر الذي تعبر فيه هذه الشاحنات من خلال معبر رفح خلال الأسبوعين الماضيين. لكن هذا ما لدينا إلى الآن من جديد، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.